بالبرا جيري وشكون بالبلونة سفو الساك الحمد لله وفقني ربي تحصلت على الميدالية الذهبية التتويج جد خاص خاصة أن مريت بظروف جد صعبة هذا الموسم تحصلت على الكثير من الإصابات هذا الموسم كان جد صعب الحمد لله وفقني ربي شرفت بلادي وما خيبش الجمهور اللي حضر على جالنا اليوم كان يعني جمهور كثيف جدا الحمد لله فرحناهم ويعطيهم الصحة اللي حضروا وما زالت يعني المنافسة متواصلة بالنسبة لي عندي إن شاء الله يوم 3 جويلية القفز الطويل.